بعد ما تنزل التحديات الأسبوعية مباشرة بينزل معنا الإكس بي. بس هلا في شغلة جديدة بالنسبة للإكس بي للأسبوع السادس. بالأسبوع السادس يا شباب نزل معنا إكس بي جولد جديد يلي هو بيكون موزع بالماب غير تبع الرؤساء اللي بيكون بالخزينة. بس يا شباب هذا الإكس بي رح يساعدك جدا بالتلفيل ورح يعطيك إكس بي عالي. بس حاليا في مشكلة بلعبة فورتنايت وتم تعطيل هذا الإكس بي لهذا السبب. أنا رح أقول لك عن أماكن الإكس بي الذهبي ورح أقول لك عن أماكن جميع الإكس بي وليش تم تعطيل السيارات وإزالة بعض التحديات من فورتنايت. فإذا انت اول مره عندك شايف الفيديو على القناه يا ريت تشترك تفعل زر الجرس وحط لايك كومنت حلو برايك. طبعا رايك بيهمني. كل الدعم بالايتم شوب نيمو 9 ويلا مع بعض. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. خلينا هلا نفوت بالنسبه لاماكن الاكس بي. اول شيء يا شباب اماكن الاكس بي للاسبوع السادس فتحت معنا وقت نزلت فيديو تحديات الاسبوع السادس. بينزل التحديات وبينزل هذا الاكس بي هذا الشيء معه. بس هلا حاليا مثل موضح امامك بالماب في عنا الماب اللي هو الازرق الاكس بي الازرق وفي عنا الاخضر وفي عنا البربر. الازرق هن خمسه مخفيين مثل ما تعودنا عليهم كل اسبوع بيكونوا مخفيين لازم تكسر شغل ليطلعوا لك. وبالنسبه للاخضر عادي وبالنسبه للباربل عادي طبعا مثل كل مره. بس في شغله جديده بالنسبه للاسبوع السادس يا شباب في اكس بي ذهب جديد نزل معنا بالخريطه مثل موضح امامك. هذا هو شكله. انا طبعا رح اقول لك عن اماكنه لانه هو موجود معنا باللعبه وموجود بالملفات وموجود بالخريطه ولكن تم تعطيله حاليا. هلا انا رح اقول لكم عن جميع الاماكن بالنسبه للاخضر للازرق وللباربل بفيديو واحد ورح اترك لكم اخر شيء كمان بنفس الفيديو عن اماكن الاكس بي الجول. بس قبل ما اورجيكم الفيديو عن اماكن الاكس بي حبيت اقول لكم على معلومه صغيره انه الشركه هلا عطلت الوربول اللي هي الدوامات من يومين وقت نزلتها بعد التحديث 13.30 بعد يوم بالضبط تم تعطيلها مره ثانيه. ليش ما كنت افهم. وحاليا معنا بتحديات الاسبوع السادس في تحدي بيطلب منك انك تاخذ السياره على الغاز ستيشن اللي موجوده بكيتي. كمان نفس الموضوع ما نزلت السيارات وتم تعطيل هذا التحدي او تم حذفه نهائيا. كمان ما بعرف شو الفكره يا شباب. انا عم حاول اقدم محتوى على قد ما اقدر وعم حاول اجيب لكم المعلومات صح 100%. بس انا مع الاسف وبعتذر منكم انه انا في بعض المعلومات عم نزلها والشركه عم تحذفها. عم ننزل تحديات اكومان للدوام الشركه عم تحذف الدوامات. بدي انزلكم عن الاكس بي الذهبي الشركه حذفت الاكس بي الذهبي. بدي انزلكم عن اي شيء عم تحذفه الشركه. فانا بعتذر عن هذا الشيء. انا هلا حتركك مع مقطع صغير ورجيك جميع اماكن اكس بي للاخضر وللباربو وللازرق وللجولد. فبتمنى منك كمل المقطع الاخر وبتشكرك لو كملته للاخر. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 وبرعاية الله.
you